تدريجي من الساعه 6 لغايه 1 ليلا. المواطن ما يحتاج ينزل ولا يحتاج يذهب لاستكراء عجله، سيارته الخاصه وبتذكره السفره وبسنويه العجله يقدر يستطيع ان يذهب من بيته الى صاله المطار. جربناها خلال الساعه المنصرمه انه الاليه جيده، المسافر وصل الى صاله المطار ورجعت العجله واستلم سنويته بلا خلل. المراحل القادمه ستشهد اكثر ساعات للفتح. طبعا اللي جاء بهذه التوقيت هي لجنه الامر الديواني التي جاءت برؤيه منسجمه اللي هي سلطه الطيران المدني، وزاره النقل، الدفاع، داخليه، بلديه المطار، المخابرات، الامن الوطني، انه هذا توقيت اولي، مرحله اولى. نفس المراحل التي بداناها في الخضراء ربما ستكون المراحل التي بداناها الان وستتطور الى مراحل قادمه. هدفنا انه نريح المواطن ونخفف من عنده من هذه المعاناه. ارشياريه عاليه بتحقيق مستوى امني، تشييك للعجلات، تشييك للاشخاص بنفس الاساليب بنفس النظام المعمول بداخل المطار، بس اصبحت السيطره ما كانت بالبدايه اصبحت بالخلف. بعد تطبيق امني داخل المطار يسهل للمواطن الوصول بدون اي معاناه. افتتاح مال المطار خطوه ايجابيه جدا من حيث ارسال المسافرين الى صاله المغادره، واني يعني حقيقه كلش فرحان لان كل الدول المسافرين يدخلون لصاله المغادره مباشره، وهاي خطوه جيده جدا.